اعتبرت وزيرة الداخلية اللبنانية ري الحسن أن نجاح لبنان في القضاء على الإرهاب يعود في جزء كبير منه إلى أن المجتمع يلفظ هذه الظاهرة ولا يوفر لها أي بيئة حاضنة. وفي كلمة لها بمناسبة مرور 158 عام على تأسيس جهاز قوى الأمن الداخلي، أشارت الوزيرة إلى أن الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في مدينة طرابلس عشية عيد الفطر هو من صنع فلول الإرهاب، مشددة على الإصرار القوي على القضاء على التنظيمات الإرهابية.